السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدر وكيل الجمهورية بمحكمة منوبة منذ قليل بطاقة إيداع بالسجن ضد المرشح العياش زلمان بعد إيقاف واحتفاظ لمدة 48 ساعة. طبعا قيس سعيد أراد أن يجر الشعب كامل إلى هذا الاحتقان. قيس سعيد يريد أن يخرج إلا باحتقان وبغضب شعبي. قيس سعيد يسب يعني يقذف لهيب النار الموجودة الآن في الشارع التونسي. هذه هي انتخابات قيس سعيد وانتخابات المتحيز وعسكر مزور الانتخابات. هذه هي يعني ربما كل شيء غير مستبعد من قيس سعيد يريد تأجيل الانتخابات وتأجيج الرأي العام. هذا هو الوضع في تونس. بطاقة إيداع منذ قليل ضد العياشي زمال ووقع تأجيل يعني ستكون المحكمة يوم الخميس في محكمة منوبة. طبعا قيس سعيد هذا مخطط ليه. السيد هذايا لا يريد الخروج في الصدور ولا يريد الخروج فوق العناق، بينما يريد الخروج تحت أقدام هذا الشعب التونسي. الشعب التونسي اليوم يتوحد، الشعب التونسي يعيش هذه المظهرة الحقيقية التي يقوم بها قيس سعيد المتحير والخائن والعميل. ولكن لكل حديث حديث. وآلام الشعب التونسي هذه الأيام أصبح موحدا، واليوم ما عادش فما منظومة وهوجية وكذا. اليوم شعب كامل ضد قيس سعيد كما قالوا 82.3% من الشعب التونسي رافض بقاء قيس سعيد وفق المركز الأوروبي للأحصاء. هذا في شهر أود حتى يعلم الشعب أن الشعب التونسي أن معركة قيس سعيد ضد الشعب التونسي وهو أصبح عدو الشعب التونسي. اليوم عاش الناس تحكي تقول كلنا أو قيس سعيد. قيس سعيد لم يبقى له إلا يعني 5% من هذا الشعب. الشعب التونسي كله توحد بجميع أطيافه ضد هذا الرجل الذي يلهب النار كل يوم، والذي حقيقة يضرب المسار الانتخابي، والذي يعني همه الوحيد إلا البقاء. هكذا قالها العالم وقالها عديد المحللين أن قيس سعيد فقط يريد البقاء على حساب الشعب التونسي. لا هذا الرجل فشل طوال 5 سنوات. هذا الرجل فاشل، هذا الرجل مجرم في حق شعبه، وهذا الرجل متحيل على الشباب ومتحيل على الأهم والوحيد سوى البقاء. وتحيط به عصابة فاسدة، عصابة تسترزق من الشعب، وأكبر عصابة يعني تنهب بالمال العام الشعب التونسي. شكرا قيس سعيد أنك اليوم حقيقة أعلنت نهايتك منذ أيام، والشعب سيكون لك بالمرصاد. والسلام.